السلام عليكم الورده والوريدات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ وليداتكم؟ نتمنى هذا النهار هذا تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. غنوريكم واحد المهم سمحوا لنا على هاد الجلسه، راه حنا كنخملوا يبان لكم ما كاين لا مخد لا والو، حنا كنخملوا الدنيا مرونه من جينا من السفر. حنا تبغى نشارك معكم واحد المويعنات خديتهم من عند لطيفة اسبانيا، شريتهم من عندها وشي عطاتو لي الله يعطيها الخير. وهاد القصرية عطاتها لي لطيفة نيرمين الله يخلف عليها، عطاتها لي هي واحد طاجين، طاجين كبير عطيتو لفاطمة خت نعيمة البدوية اللي كنا عندها، تستاهلو طاجين زوين ما صورتوش، طاجين قد القصرية، قد القصرية بغطاه عطاتو لي، عطات البدوية عطاتني سهلة الله يعطيها الخير. وهاد القصاري كنت كنمشي لفاس عند البدويه وعند اي واحد فاس عندهم هاد القصريات غاقين زوينين ما عندناش حنا هنا، وشهوتي فيها وعطاتها لي مسكينه الله يكثر خيرها، تحيه ليها. نشارك معكم هاد المعنات اللي شريت واللي عطاتني. هادي ابراهيمه رشتو بحال هذاك الشيء اللي جابت البدويه، انا باقا ما غسلتهمش ورشتهم باقين، حليتهم قدامكم، حليتهم قدامكم باقين ما شوف دار عليهم سكوتش، دار عليهم سكوتش، تقشرت ليها هذه. انتم اخوتي غنوريكم اللي خلصت واللي عطاتني. هذه هادو شريتهم، هذه كنت خديت واحد المكانه ولكن فيها الاسمان، مكانه زوينه فيها الاسمان، ما خصنيش نعلق هذوك، هذه بعدا فيها هاد العود، العود حتى هي فيها هاد الراجل، ولكن عا بحال مرسومه ماشي هذوك راه اصنام محطوطين. ها انتم اخوتي غنوريكم اللي عطاتني واللي شريت. شرينا حتى واحد الكرسي ساعه بقى في الطوموبيل، كرسي ديال البحر بحال رولاكس وصغير. انتم اخوتي هذا نبدا باللي عطاتني الله يعطيها الخير، عطات واحد البدوي راكم شفتوه كيكونوا بريدات بلا غطا، هذا انا باقا ما حكيتهمش، ها هما عطاتني هاد الطنجره، هاد الطنجره ها هي هنا، عطاتني هاد السخانه ديال القهوه شفتوها ها هي. دابا تنحكم تانا ونصورهم معاكم. عطاتني هاد الروبينيات انا بغيت نخلصها، قلت ليها بشحال؟ قالت لي مسكينه خوضيهم روبينيات خاصيني مهرسين ليا، ماشي مهرسين غير هنا صداو، صداو هادوك الروبينيات. وهاد اجي هنا حالا، اجي هنا باش يشوفوا داكشي اللي عطاتني باش من، والكارطونه راه سكوتش دارو راجل لطيفه نيرمين الله يكثر خيره هو اللي دار لنا سكوتش. ها انتم عطاتني هذا، هادو وهذا الرشاشة، هادي هادي خاسرة لقيناها خاسرة، هذا الرشاشة هادو هما اللي عطاتني، عطاتني هاد الدواء قالت لي مزيان بزاف الحاجات الالام كلهم، قالت لي الصداع الراس ديال كلشي. كلمة يا عميتو اه حبيبي عندنا هاديك الماء دي الرشاشة. لا ديما كندوز شوفي هانتم ديما كندوز شوفي هالكارطونة ها هي خاوية كندوز شوفي، هادي مديرة من هادي، المهم هاد الكويسرينة وهاد الطنجرة وهاد المغيرفات، خشيهم في الطنجرة ها هما هاد المغيرفات. هانت هادي عجبتني هادي، عندي واحد السوبيرة ومهرسه ليها ديالها ديال البديع، خديت ليها هادي كنحكم، هادي بحال هكا البطاطا والحوت، وهادي زوينه تا هي واخا عندي انا هادشي راه شتو الكوزينه بابا ما كنطيحش. واه وهاد المعايقه شوفوا كي دايره، دابا نحكها ونشاركها معاكم، راه مديره نسخه
وهاد المعلقات صغار واخا مفاردين كل وحده من صافي حيدي ما كنعرفش ما توسخش حوايجك. هذه طويله هاد المعلقه بغيتها كم اللي ما عرفتوش الشعبه هذه ما عرفتاش اللي عرفها يقول لي ديالاش. المهم انا عجبتني ملي كيكونوا الكيسان ديال العصير كيهمد داك الماء لتحت وهذاك تيطلع الفوق. بغيت هكا حيد حيد الجيه نحركها بحال هكا صافي خوتي. المهم هادشي هذا وهاد الكاسرونه ياك وهاد الطنجره جهاد حيد ناجي حداه هذا اللي عطاتني عندك عطاتني هاد الروبينيات وعطاتني هادو. انا بغيت نخلصها قالت لي لا هادو كادو من عندي وتا البدويه قالت لي عطي لخديجه شي طنجره مسكينه قالت لها راني عطيتها عطاتني هادو عطاتني هادو هاهما هاد هاد الطنجره وهاد البريريات وهاد الطنجره وهاد الطنجره الصغيره وهادشي عطيتها فيهم 4000 ريال 200 درهم بحال هادو خلاتهم ليا ب 100 درهم والكرسي 100 درهم. دابا نشارك معكم الكرسي راه في الطوموبيل. الكرسي بحال هادوك اللي عندي زرقين ولكن هذا ملي كتجلسي رجليك كيبقى هذا بحال رولاكس بحال رولاكس زوين. قالت لي 5000 ريال قلت لها انا مع معولاش ومع الطريق والمازوط وراك عارفه تاع دي 200 درهم وربي غيسهل لك. المسكينه خداتها وقالت لي ادعي معايا راني غير انا مخلصه الفلوس على هذا الشيء وما راني ما نتخلصش من عندك. قالت لي ادعي معايا راه انت الاولى تفايت منك الله القسم. لديك الساعه جاوا الناس خداو دوك البيكالات تبارك تبارك الله كلهم وجا اللي خدا هاد الروبينيات اللي عطاتني منهم هاد جوج جا واحد دار الروبينيات كلهم. الحمد لله اللهم لك الحمد. بغينا ليها حتى هي تخلي ولاتها على زوينه حتى هي مسكينه راه كتخدم على وليداتها وكتجيب داكشي تبغي تبيعو هنايا حتى هي ترزق به الله والحمد لله اللهم لك الحمد. حنا المغاربه خوتنا اللي في الجاليه كنعطيهم واحد التحيه كبيره ودوك الناس اللي كيخليو تعاليق يقولوا خرده ديال اسبانيا داك الشيء راه قديم هذا راه هذيك الخرده خوتي باش كيتمعشوا منها خوتنا الدراويش اللي في الجاليه. حيت ماشي كلشي اللي في الجاليه عندهم راه كاين اللي كاين عايش غير من الشوماج وكاين اللي مساكن عايش عن الشوماج كاين اللي مساكن بحال هكا. تحيه لهذوك النصارى وداك الشيء كيخرجوا المعلات هكا يحطوهم عند الباب. كاين اللي كياخذ دوك المعلات فابور كاين اللي كيمشي يشريهم من الاسواق الاسبوعيه. راه حنا عندنا حنا عائلتنا تما كيعاودوا لينا على برا شنو داير وماشي خرده علاش راه ملي تحكوا ملي غيتقادوا غيوليو زوينين. وتا هي كتعاون بها راسها عندها جوج وليدات وراجلها يمكن شاد تقاعد علاش لا. كاع هاد اللي في الجاليه كيجيبوا الحوايج زوينين واخا قدام كيكونوا ماركه يعني كتاخذي الحاجه الا خديتيها من عندهم 100 درهم تكون هي دايره مثلا 500 درهم وتاخذيها ب 100 درهم احسن من هذيك اللي غتاخذيها من هنا ب 200 درهم. وما نعيبوش بلادنا المغرب حنا عندنا حويجات زوينين عندنا الكاليتي وعندنا ولكن كما كتشوفوا ها انتم الطنجره تبارك الله راه طويله. هذه الا جيتوا تاخذوها جديده من هنا تاخذوها جديده من هنا من المغرب ولا من اي بلاصه تقدروا تاخذوها ب 100 درهم بوحدها تقدروا تاخذوها ب 100 درهم بوحدها. ايوا انا 100 درهم هادو الكريسي ب 4000 ريال الله يخلف عليها وراه بحال لا عطاتهم ليا. وشكرا لكم وتحيه لخوتي اللي في الجاليه تحيه للمغاربه اللي كيكافحوا على وليداتهم وكيتمحنوا وكيجيبوا بحال هاد المواعن وكيجيبوا الحوايج وكيتكرفصوا وكيخلصوا عليهم. راه كيخلصوا 20 درهم واقيلا جوج اورو ياك جوج اورو هي 20 درهم كيخلصوا جوج اورو الكيلو باش كيجيبوهم حتى لهنا وكيوقفوا عليهم في الزنقه كاين اللي كيوقف في السوق بالطوموبيل تحيه ليهم. راكم كتشوفوا الطبقه عندنا بحال السوالم دائما اصحاب الجاليه كيجيو بالطوموبيل كيبيعوا البياس الواعر سبرديلات حوايج مواعن بيكالات شوفوا هذاك الشيء واعر زوين. تحيه لكم اخوتي كبيره واللي جاب لنا شي كادو الله يخلف عليه واللي حتى اللي شرينا من عنده الله يخلف عليه راه كيبيعوا لنا بثمن زوين. شكرا لكم والله يهنيكم باي باي.